ومن ثم يعودون. إذن هذا المركز الاقتصادي يريد الآن بشار الأسد مع الإيرانيين لسلبه من الشعب السوري. يوم أمس عندما بدأ الحريق الساعة الثانية صباحا لم تأتي الإطفائيات حتى احترق الحي بالكامل. وكانت هناك تهديد لي طبعا احترق بيت يوسف العظمى أتوقع وبيت التراث الدمشقي أو بيت عبد الرحيم يوسف باشا الذي هو مسؤول الحج يعني. فهذا كليته من أجل طمس معالم دمشق وقطع آخر خيط لدمشق مع التاريخ العريق السلجوقي التي كانت ترتبط به. إذن نحن الآن أمام مؤامرة. أصبح الآن النظر إلى حكومة بشار الأسد هي ليست حكومة وطنية وإنما هي حكومة احتلال. والآن الكثير من السوريين أصبحوا يعتبرون حكومة احتلال وليست حكومة وطنية.